انا سي مصطفى الجباري رئيس النادي ليكسوس العرائش لكره السله. بدايه هنيئا لكم بهذه الرتبه، هذه الرتبه الخامسه ماشي مساله سهله قدام عمالقه كره السله. خلينا ورانا، خلينا المغرب الفاسي، خلينا الكوكب، خلينا الوداد والرجاء البيضاويين، خلينا مجموعه من الفرق العريقه في كره السله. بقليل من الحظ كنا نلعبوا مع الرباعي. شنو يمكن تقول لنا على هذه الرتبه هذه وعلى هذا الموسم هذا بصفه عامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا على المواكبه الدائمه ديالكم، كتشرفونا. هذه فرصه باش نشكركم مباشره، نشكر سي نزار سي محمد على المجهودات اللي داروا طيله السنه، شكرا لكم مره اخرى. فيما يخص الموسم الرياضي، كما لاحظ الجميع انه عملنا بسمنا على موسم رياضي ممتاز، موسم رياضي اللي كان بالرضا ديال الجمهور ديالنا، موسم رياضي اللي كان حقنا فيه الرتبه الخامسه على الصعيد الوطني. قليل من الحظ كنا ندوزو للبلاي اوف، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم القادم افضل. كما لاحظتوا المستوى الرائع اللي قدموه اللاعبين في هذا الموسم، ولا المدرب احمد قجاج. اولا كنوجه له التحيه والشكر على المجهودات اللي دار طيله السنه. تحيه لجميع اللاعبين ديالي اللي ضحاوا بالغالي والنفيس، اللي كانوا صابورين، اللي عطاوا كل ما بوسعهم في جميع المباريات. تحيه لهم، تحيه للجمهور العرائشي الدواق، الجمهور العرائشي اللي كان هو السرد الرئيسي ديالنا. جد سعيد اننا نتواجدوا في القاعه ديالنا وكنعيشوا احتفاليات في اخر الاسبوع مع الجمهور ديالنا. جد سعيد نشوف اطفال اللي كيجيو يزوروا مقابله ديال كره السله. جد سعيد نشوف عائلات ديال العرائش اللي كيجيو للميدان. جد سعيد بهذا الفريق اللي قدرنا نحققوه. جد سعيد اننا يمكن صح عندنا حق تكون عندنا الفرحه والسرور انني يكون عندنا فريق كبير وفريق اللي كيشرف المدينه. كنواعد ان شاء الله الجمهور اننا السقف ديال التطلعات ديالنا الموسم اللي القادم ان شاء الله يكون اكثر من هذا. كنخص المؤازره ديال الجميع بما فيهم السلطات، بما فيهم المجتمع المدني، الجمهور. يعني ليكسوس العرائش هي للجميع، لجميع العرائشيين، للاقليم. ليكسوس العرائش عطات واحد الصوره جميلة على المدينة. ليكسوس العرائش ولا كيتكلم عليها تقريبا المغرب كامل، وهذا هو كان المبتغى ديالنا. إن شاء الله الرحمن الرحيم القادم أفضل إن شاء الله. سي مصطفى، هذا هو اللي يجرني للسؤال الثاني، هو شنو يعني الخطة؟ واش كاين شي خطة؟ واش كاين شي ترتيبات بالنسبة للموسم القادم إن شاء الله، مع العلم أنه باقي شوية ديال الوقت؟ يعني واش كاين تفكير في انتدابات جديدة، مدرب جديد، خطة جديدة يمكن تعطينا نبدا على الموسم المقبل بحول الله؟ أكيد، فاحنا راه من الآن بقينا نفكروا في الموسم القادم. من الآن عندنا واحد رؤية بالنسبة للاعبين اللي يمكن إن شاء الله الرحمن الرحيم نتعاقدوا معاهم، لان فيما يخص العالم ديال الرياضه وسيرتو في اي رياضه، فخص التعاقدات تكون مزيانه. يعني تكون سبق انك دير تعاقدات مع ناس اللي هما عندهم دي كاليتي، ناس اللي عندها مستوى اللي يزيد الاضافه ان شاء الله الرحمن الرحيم. مصطفى احسن رئيس بالمناسبه، كما وجهت النفيس كيضحي صراحه، شهاده لله هذه. كما وجهت التحيه للسي احمد قجاج في البدايه، كنزيد نشكره هو كيتواجد معايا، الاخ والصديق والمدرب اللي انني شاطرت معاه سنتين، دوزنا سنتين كانها ايام، عائله وحده، سنتين كلها فرح. الابتسامه الجميله ديال سيدي احمد، الله يخليك لنا سيدي احمد، شكرا جزيلا على كل ما قدمته باسمي وباسم جميع السكان ديال مدينه العريش. كنشكرك على التضحيات ديالك، على المجهود اللي قدمته. شكرا مره اخرى. شكرا سيدي احمد. اذا فيما يرجعوا للمخطط ديالنا، ولا حنايا عزمي ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا كما قلت لكم الموسم المقبل يكون احسن من الموسم هذا، ونلعبوا على الالقاب، ونلعبوا على ان شاء الله الرحمن الرحيم على واحد من الالقاب، هي كاس العرش ولا البطوله، ولما لا جبيهم ان شاء الله. شكرا لحسين، العام الجاي ان شاء الله ليكسوس غادي تقول الكلمه ديالها في البطوله ان شاء الله بحسين حسن. مناسبه باش قيدوهم لاعبين ولاعب ذو تجربه كبيره، واللي عطى الاضافه لنادي ليكسوس العرائش. شنو تقول لنا سي حسين على التجربه ديالك مع ليكسوس؟ ولكن اول حاجه كنشكر الجمهور ولكن ديال مدينه العرائش، اللي صراحه جمهور عظيم اللي ساندنا من الديبار ديال البطوله. ثاني حاجه كنشكر الطاقم التقني والطبي والاداري بما فيهم السيد الرئيس سي مصطفى الجباري اللي كان كيوقف على الكبيره والصغيره. الحمد لله دوزنا عام زوين،
مالغري شويه لي ديتاي صغار كنا ان شاء الله غادي ندوزوا لواحد الدومي فينال اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله واحد مفخرا هذه وموال هذه المدينه هذه. وان شاء الله حنايا مازال عازمين والوبجيكتيف ديالنا غادي وغادي يزيد ان شاء الله غادي يزيد القدام. والعام الجاي حضر الرئيس كنوعدوكم ان شاء الله غادي نلعبوا شي فينال وغادي نقدروا نجيبوا شي كوبا ولا شامبيون ان شاء الله. ان شاء الله هذا ما نتمنى. شكرا حسين. شكرا حسين. لكن وقتكم سي محمد ان شاء الله تطلعات ديالنا الموسم اللي القادم ان شاء الله نكونوا في موعد نعطيوا صوره احسن من الصوره اللي قدمناها هذه السنه. ان شاء الله نديروا كاهداف اما البطوله او الكاس ان شاء الله الرحمن الرحيم نلعبوا في الادوار الترائيه. وحنا بدينا من الان بدينا في التفكير في الانتدابات لا بالنسبه للطاقم التقني لا بالنسبه للاعبين. عندنا اسماء اللي هي مطروحه باش اننا ندخلوا معها في نقاش مفاوضات. كنتمنى ان شاء الله نحصلوا على فريق اللي هو يكون مستجيب فريق اللي هو ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون يعطي الكلمه ديالو الموسم المقبل ان شاء الله. سي مصطفى هنيئا لكم مره اخرى وهنيئا لنا جميعا مدينه العرائش وبنادي ليكسوس العرائش اللي خرج المدينه من واحد الرتابه اللي كنا كنعيشوها جميعا. الحمد لله نادي ليكسوس العرائش جا خرجنا من هذه الرتابه وبدينا يعني كنعيشوا اجواء خصوصا في نهايه الاسبوع مع الفريق. تابعت من خلال التصريح ديال الحسين انه يعني كاين عزيمه عند اللاعبين كاين واحد الهدف باغي نحققوه العام الماجي ان شاء الله. نتمنوا ان الظروف تكون مواتيه ان شاء الله واللي كنوعدكم انها غتكون تعبئه من عندنا حنايا الجماهير العرائشيه باش ان شاء الله جميع مباريات نادي ليكسوس العرائش هنا بقاعه المغرب الجديد تكون مملوءه عن اخرها وتكون مسانده لا مشروطه من الجماهير ان شاء الله. شكرا سي مصطفى. شكرا سي محمد.